بسم الله وبالله سلام الله على جميع الصحراويين والصحراويات اينما كانوا وحيث وجدوا، وتحيه نضاليه لاخواننا في السجون معتقل ديميزيك، وتحيه نضاليه للجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء وادي الذهب. يقول الله في كتابه العزيز: دهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. احنا احمدنا مولانا على هذه توسيع صلاحيه المينورسو والتقرير ديال السيد بان كي مون وزياره السيد مبعوث الامم المتحده سيد كريستوفر روس بعد تملص المغرب. بعد ذلك دخل الى الواقع وتمرمد راسه في التراب، وهذا ياسر من الخير بفضل المعتقلين السياسيين السابقين وبفضل الضحايا الكبار والشهداء اللي مشاو ياسرين منهم كبار ومناضلين كبار، ولكن هذا كامل في سبيل القضيه الوطنيه. ولا نقول ملي كنشكر فيفا الجيري وفيفا امريكا وفيفا السويد وفيفا النرويج وفيفا كامل الاتحاد الافريقي والدول كامل اللي كتدعم الجبهه. ولا نقول كلمه هون لذوك الخوانه لذوك المنافقين اللي كانوا قاعدين في دعه الرحيبه يطبلوا منازل ديك البزوله اللي كان يقصوا منها عقبت قلعت منهم. ومنين كانوا العلايات يتكرسوا؟ منين كانوا المعتقلين كي ينهانوا؟ منين كانوا الصحراويين يتشردوا؟ منين كانوا احنا اللي كنا نتكرسوا؟ ما عندنا شي ناكلوه ولا نشربوه وما لنا لا دخل للنفاق ولا لنا لا دخل للخونه ولا لنا لا دخل للتبزنيس. وهذا ومنين كانوا منين المخدرات والاكثر من ذاك الشيء هو الكوكايين اللي عطريك السريره ب 20,000 ريال لولاد الشباب الزينين لولاد الشرفاء اللي باقيين فينا ادريك يا وين هذا يسموا هاي البهره هذه على هذا الشعب ابي شعب مسالم شعب شريف لا بديل عن تقرير المصير.